طب اشمعنى في التجارة ايه؟ ما ينفع. فكل ما هو بقوله ان الممارسات التجارية الخطأ لن اسمح به. وهي خطأ ايه؟ ان عندنا مفتشين وعندنا التجارة الداخلية يا استاذ ايمن هتنزل وهتشوف انت معك سجل تجاري اهلا بيك، معك كذا اهلا بيك، اديله التحية، ما معكش مدعسه. شغل غسيل الاموال والفلوس اللي بتتحرر دون علم دي هذا ليس ممارسه تجاريه بيدي. فمن فضلكم بدل البدايه عندما حددنا ده بمكسب عالي جدا للمزارع فيجب ان احنا نكون في عندنا كافه الميزان الثانيه ان احنا عايزين نؤمن الرز بسعر معقول. فلو انا خدت اكتر من 4750 والناس اللي بتاخد مالها وهاخد 60% او 62% بعد ما بياضه لما تقسم ده على ده تطلع ايه؟ انا عايز اخلي الرز ما فيه 8 جنيه 8 جنيه ونص في السوق.